Maya Tmim, 24 ans, pilote dans le club des sports mécaniques de Bizerte. أنا غرامي إني في السرجيل، نحب التشالنج والديفي مع اللي أقوى مني. نحبش نكون شبه لحتى واحدة، نحب نكون مايا. انفيت انا ملي صغيرة نحب الموتوكروس ومغرومة بالموتورات اون جينيرال. كنت قبل كانت عندي سكوتر، ما كانتش عندي موتوكروس كيما اللي عندي توا. كنت نحضر نتفرج في لي شامبيونا اللي يصيروا في بنزرت، وكنت نحط في مخي لي بيلوت اللي نتفرج فيهم نحب نولي معاهم. لي ما كانش حتى حد من عائلتي مشجعني، خاطر كانوا يخافوا عليا بصفه غريبه على الاخر. دونك كنت نخرج نترينا بالسرقه، قعدت نترينا سنين وشريت الموتو الاولى والموتو الثانيه. بعد كي حسيت روحي صافا متمكنه من الموتو، انخرطت في الجمعيه وبديت في السباقات. بديت كانت اول مشاركه لي موسم 2017 2018. فماش حاجة حكار على الرجال وعلى النساء، أون بلوس النساء هما نساء توانسة قويين برشا، دونك ينجمو يسوقوا أي حاجة. كوراج، اهم حاجه فوق تفي اتونسيون البروتيكسيون، كل شيء اهم حاجه. لازم ما تخرجش وحدك، لازم يكون معاك راجل، خوك ولا بوك ولا جو سي با كي. لازم تترين، مش تقعد تترين مره وابخي تقعد كوم سا ماكش محتاج توالف بيها الموتو وتاخذك. لازم تريني وبرشا دي. شكراً واضح. خليولي لي كومونتير في الفيديو. ميرسي.